السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم تعبير كتابي من الوحدة الأولى أتعلم من مهاراتي. سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم ترتيب أحداث القصة ترتيبا صحيحا مستعينا بالصور، كتابة أحداث القصة كتابة صحيحة مستخدما أدوات الربط وعلامات الترقيم. بداية أطلب منكم أعزائي الطلاب فتح الكتاب المدرسي في الصفحة المذكورة. سأقرأ رأس السؤال ونرى المطلوب. أرتب مع زملاء الصور لأكون قصة أعبر عنها مستعينا بصندوق الكلمات وأكتب عنوانا لها. إذن عندي هنا مجموعة من الصور ومجموعة من الكلمات، علي بداية ترتيب الصور ومن ثم كتابة قصة معبرة عن هذه الصور. كلماتي هي قنفذ، نظيف، ينظف، الخريف، كرة، شوكية، أوراق الشجر. إذن هذه هي الكلمات التي وردت معنا: قنفذ، نظيف، ينظف، الخريف، كرة، شوكية، أوراق والشجر. بداية يا أولادي لننظر إلى هذه الصورة. ماذا نشاهد فيها؟ فكروا قبل الإجابة، ماذا تشاهدون في الصورة؟ أحسنتم، أشاهد قنفذا ينظف منزله من أوراق الشجر. كم أنت نظيف أيها القنفذ، أحسنت. وفي الصورة هنا ماذا نرى أيضا؟ نشاهد قنفذا يتدحرج، إذن قام القنفذ بالتدحرج، إجابة رائعة. سؤالي لكم، ماذا يشبه القنفذ وهو يتدحرج؟ ماذا يشبه؟ أحسنتم، إنه يشبه الكرة، هذا رائع، انظروا له، إنه كالكرة. لماذا فكر القنفذ بالتدحرج مثل الكرة؟ تريدون أن تعرفوا الإجابة؟ فكروا قليلاً. القنفذ تدحرج مثل الكرة، لماذا يا ترى؟ تريدون أن تعرفوا؟ لنكتشف إذن. فكر القنفذ بالتدحرج مثل الكرة ليلتقط كل الأوراق، إذن ليلتقط كل الأوراق. هنا ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نعم، أشاهد قنفذا نظف بيته من أوراق الشجر بمكنسته، هذه المكنسة الجميلة التي قام القنفذ بتنظيف بيته من خلالها. تريدون أن تعرفوا ماذا حصل بعد أن قام القنفذ بتنظيف بيته بالمكنسة؟ تريدون؟ لنكتشف إذن. ماذا حدث لأوراق الشجر بعد أن جمعها القنفذ؟ تناثرت أوراق الشجر، هبت ريح قوية وتناثرت أوراق الشجر. ماذا سيفعل يا ترى؟ إذن ماذا تشاهد في هذه الصورة أيضا؟ انظروا إلى وجه القنفذ، إنه سعيد، لماذا هو سعيد يا ترى؟ نعم أحسنتم، إنه سعيد لأنه استطاع تنظيف منزله من أوراق الشجر، هذا رائع، أحسنت أيها القنفذ. والآن يا أبنائي لقد استطعنا ترتيب أحداث القصة بعدما تناقشنا في أحداث كل صورة. الآن علينا أن نقوم بترتيبها.
نحن تناقشنا في الصور، ولكن الآن جاء دور الترتيب. هيا بنا لنقوم بترتيب الصور. الصورة الأولى، ما هي يا ترى؟ فكروا. نعم أحسنتم، إنها صورة القنفذ، وأمام بيته الكثير من أوراق الشجر يحاول تنظيفها باستخدام مكنسة. أما الصورة الثانية فقد هبت الرياح، وماذا حصل؟ تناثرت أوراق الشجر. في الصورة الثالثة فكر القنفذ أن يتدحرج مثل الكرة ليلتقط أوراق الشجر. أما الصورة الرابعة والأخيرة فهي، انظروا إلى ابتسامة القنفذ، إنه سعيد. نعم، لأنه استطاع تنظيف منزله، هذا رائع. إذن 1، 2، 3، و4. بارك الله فيكم، أحسنتم. الآن يا أبنائي سننتقل إلى الهدف الثاني، وهو كتابة أحداث القصة كتابة صحيحة مستخدما أدوات الربط وعلامات الترقيم. هل تتذكرون علامات الترقيم؟ أحسنتم، علامات الترقيم نستخدمها دائما يا أبنائي أثناء الكتابة حتى يصبح كلامنا صحيحا وتصبح جملنا كلها واضحة، وأيضا نستخدم أدوات الربط حتى نربط الجمل ببعضها. متفقون؟ هيا بنا لنرى كيف ستصبح جملنا. بداية سأطرح عليكم سؤالا، إذا أردت كتابة قصة كيف أبدأ؟ بماذا أبدأ؟ إذن كيف نبدأ القصة؟ نبدأ القصة يا أبنائي بكتابة جملة تعبر عن الصورة الأولى. إذن نشاهد الصورة الأولى ونبدأ بكتابة جملة تعبر عنها. واضح؟ أحسنتم. بداية يجب علي أن أضع دائما عنوانا للقصة. العنوان دائما يكون في الأعلى، وأنا سأختار عنوانا للقصة وهو القنفذ النظيف، وأنتم تستطيعون وضع العنوان الذي تريدونه. اتفقنا؟ أحسنتم. إذن القنفذ النظيف. أراد القنفذ أن ينظف أمام بيته أوراق الشجر المتساقطة في فصل الخريف. فاصلة. فأحضر مكنسة لجمع الأوراق، ولكن هبت رياح شديدة نثرت جميع الأوراق، ففكر أن يصبح كرة شوكية ليجمع الأوراق. وفي النهاية نجح القنفذ في جعل المكان نظيفاً وشعر بالسعادة. نقطة، انتهت القصة. هل أعجبتكم؟ هذه القصة التي قمت بكتابتها، وأنتم تستطيعون أن تكتبوا قصصاً كما تريدون، ولكن لا تنسوا علامات الترقيم وأدوات الربط. والآن يا أبنائي جاء دوركم، عليكم فتح الكتاب المدرسي في الصفحة المذكورة وإعادة كتابة القصة مع الاستعانة بأدوات الربط وعلامات الترقيم. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. أراكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية الجميلة. إلى اللقاء.